اللهم امين. انا يا شيخ مثلا عندي القنوط في الصلوات المفروضه الجهريه والسريه والمستحبه، ولا حتى لان تم الازمه خلاص. القنوت في الصلوات ايوه على الصعيد الفردي يجوز، أما على صعيد الدولة فتحتاج إذن من الجهات، والمفروض هي الجهات. وإن كان الآن يعني الصعب في الأزمة قد مر والحمد لله، إلا أن تبعاتها كبيرة، ناس كثيرة يعني فقدت أرزاقها، بيوتها، سياراتها، أموالها، أوراقها، وهذه مسألة خطيرة أيضا تحتاج من المسلمين التكاتف والتعاضد والإكثار من الدعاء، سواء في القنوت ولا في غير القنوت. وبالتالي على المستوى الفردي إذا كان الإنسان يريد أن يفعل ذلك ففيه سعة وفيه إذن في السنة وحالات مشابهة حال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ركل وذكوان، هذه ورعل القبائل التي قتلت القراء، أراه قنت على 70، 70 فقط غدر بهم. الآن الموتى بالآلاف، يعني هذه واحدة من المشاكل الآن اللي في هذه الأزمة، وإن شاء الله تكون تعلمنا إن ما فيش رقم صحيح، كل واحد يقول في حاجة، واحد يقول 11,000، واحد يقول 2,500، واحد يقول 6,000، وكل واحد يقول في حاجة. لكن على كل حال بالتأكيد الرقم يعني فاق 2,500، هذو يستحقون منا النقمة من أجلهم ومن أجل بقية الناس التي فقدت أرزاقها، ولحماية بقية المدن من تكرار هذه المسألة. هذا كله يندب للمسلم أن يقنط في صلاته وأن يكثر من الدعاء، لو لم يرد القنوت في الصلاة يكثر من الدعاء بهذه الأشياء. هذا أقل واجب أهل الدرنة وأهل البيضة وأهل شحات وأهل سوسة وكل المدن التي تضررت من هذا الأمر. غير التضرر يعني درنة أخذت الكلام كله لأن الفاجعة كانت كبيرة جدا، أما كل المدن أو غالب المدن الشرقية حصلت فيها وفيات بنسبة أو بأخرى. فالقنوت لمن أراد أن يقنت إما أن يأخذ الإذن من الجهة المخولة وهي الأوقاف، أو إذا كان الأوقاف أعطت الإذن في مثل هذه الأشياء البسيطة للناس ومسجد ولا اثنين يقنتوا يقنتوا، وكان ما فيش الإنسان يستطيع أن يقنت هو في صلاته وأن يكثر من الدعاء للناس.